بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، سطرت مصالح أمن ولاية عدا مخططا أمنيا يضم تعداد بشري ومادي هام يتناسب مع هذه المناسبة من خلال احتلال كل الأماكن العمومية. عرف هذا المخطط انتشار واسع لجميع قوات الشرطة التابعين لعناصر أمن ولاية عدا، حيث ما هو معروف أن العائلة السعيدية يعني تقوم بالخروج يعني لشراء بعض الحاجيات والترفيه عنها. المخطط يهدف أيضا لتسهيل حركة مرور وضمان انسيابية يعني معتبرة. أيضا يهدف المخطط يعني لحماية المواطنين في ممتلكاتهم وأمنهم وحمايتهم من كل أشكال الجريمة. كما تم تسخير عناصر من الشرطة أمام كل المساجد، وذلك لضمان أمن المصلين وضمان تنقلاتهم في أريحية.